أخي العزيز سعد مقداد، الحقيقة الحكومة تعبة بشكل وآخر أن تفتح هذه المقابر، طيب ففتح هذه المقابر والعثور على رفات الأطفال والشيوخ والنساء الذين قتلوا بواسطة صواريخ وزنها بالأطنان، صواريخ إيرانية أطلقتها بعض الميليشيات التي ترتدي زي الشرطة الاتحادية، قوات التحالف التي اعترفت بنفسها بقتل المدنيين في مدينة الموصل. هناك أيضا شهداء سقطوا بالقصف العشوائي، كما هناك شهداء سقطوا على يد تنظيم داعش الإرهابي. أيضا فتح هذه المقابر يعني فتح تحقيقات موسعة، وهناك إدانة بكل تأكيد، لأن ما حدث في مدينة الموصل هو جريمة حرب وإبادة جماعية لأبناء مدينة الموصل بكل تأكيد. فما يحدث الآن في أو ما تقوم به الحكومة الآن طمطمة هذا الخبر وتسويفه قدر المستطاع حتى لا يتم إدانة الطبقة السياسية التي قامت بتلك المجازر والإبادة الجماعية في مدينة الموصل. ولأن معظم الحكومات هي من رحم الأحزاب الحاكمة الآن في العملية السياسية ومن نفس الطبقة السياسية، لذلك فتح هذه المقابر هي إدانة للطبقة السياسية التي موجودة في العراق والتي تتحكم بالقرار العراقي. نعم أريد أن أضيف شيء مهم جدا. في قبل فترة كنت في زيارة إلى برلين عاصمة ألمانيا، وشاهدت مقر السفارة الأمريكية، وبالقرب منه ضريح الهولوكوست أو المحرقة النازية، وشاهدت مدى قدسية واهتمام الألمان وكل الوفود العالمية التي تزور ألمانيا تذهب إلى هناك. لدينا 1000 هولوكوست في مدينة الموصل، طيب ولدينا مقابر الحقيقة، وأبناء وأخوة وأهل استشهدوا في هذه المدينة يعادلون ما استشهد في ألمانيا. لدينا آلاف من الجثث تستحق منا كبشر، ولا أقول كديانات أو مكونات، ولكن نحن كبشر وعراقيين يجب أن نفتح هذا الملف الذي يؤرق شريحة مهمة من أبناء المجتمع العراقي. هناك مفقودين لحد الآن لا نعرف مصيرهم، لدينا أطفال ونساء بالجملة، عوائل بأكملها. الحديث هنا عن عوائل كبيرة تجمعت في سراديب المدينة القديمة و قبو بيوت المدينة القديمة، ولذلك قتلوا جميعا. قسم منهم الحقيقة دفنوا وهم أحياء، وهذا ما أكدته لي مصادر في الدفاع المدني. هناك مئات العوائل نعم قتلوا وهم أحياء. تم انتشال عائلة مكونة من 8 أفراد لمدة 28 يوم هم تحت الأنقاض حتى تم انتشالهم. والحقيقة نجوا بأعجوبة، يعني نفذ منهم الطعام والماء في آخر 3 أيام، وكانوا على وشك الموت. إذا كم عائلة لم تنتشل من تحت الأنقاض، كم عائلة تجاهلتها الحكومة أثناء ما يسمى التحرير في مدينة الموصل، كم منطقة ومحلة وكم عائلة أبيدت عن ذكرى أبيها في مدينة الموصل. كل هذه الأسئلة لدينا الحقيقة أجوبة في مرصدنا، مرصد آفاد، الذي استطاع أن يوثق الحالة ويأخذ شهادات حية من قبل أبناء مدينة الموصل القديمة، ويعمل تقرير استقصائي مهم عن ما جرى في مدينة الموصل وموثق بالأرقام والشهادات الحية طيب كما أسلفت. طيب